السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن سوف نشرح تطبيقات انتشار الضوء. ما هو شروط حدوث انتشار الضوء يا خامس؟ شروطه هي: أولا، انتقال الضوء بين وسطين شفافين مختلفين تغير سرعة انتقاله. ثانيا، أن تكون الأشعة مائلة. تطبيقات على انتشار الضوء: العدسات قوس المطر. العدسة هي جسم شفاف يغير أبعاد الأجسام التي نراقبها من خلالها. من العدسات: عدسة محذبة، عدسة مقعرة. العدسة المحذبة سميكة من الوسط وأقل سمكا من أطرافها. ماذا تسمى؟ تسمى العدسة المجمعة. لماذا سميت المجمعة؟ لأنها تكسر الأشعة الضوئية المتوازية الساقطة عليها وتجمعها في نقطة. ماذا تسمى يا خامس؟ البؤرة. العدسة المقعرة رقيقة من الوسط وسميكة من أطرافها، تسمى المفرقة. لماذا تسمى المفرقة؟ لأنها تفرق الأشعة الساقطة عليها. والآن صفات الأخيلة في العدسة المحدبة: خيال، مقلوب، حقيقي. صفات الأخيلة في العدسة المقعرة: معتدل، وهمي، مصغرة. تحليل الضوء الأبيض باستخدام المنشور: تحليل ضوء الشمس الأبيض إلى ألوان عددها 7 نتيجة مروره عبر قطرات الماء، إذ تنكسر الأشعة الضوئية بزوايا مختلفة عند مرورها عبر قطرات الماء فتتفرق. قوس المطر: يظهر قوس المطر بعد تساقط المطر وشروق الشمس. كيف تحدث هذه الظاهرة؟ تحدث هذه الظاهرة ناتج عن تحليل ضوء الشمس الأبيض إلى ألوان عددها 7 نتيجة مروره عبر قطرات الماء، إذ تنكسر الأشعة بزوايا عبر قطرات الماء فتتفرق. كان معكم الطالب ملهم من الصف 5.